مشاهدينا بنرحب بالشيخ عبد الله جهامه رئيس جمعيه مجاهدي سيناء. اهلا بيك يا شيخ عبد الله وتحياتي، وكل سنه وسيادتك طيب. اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب وكل الساده المشاهدين بخير وصحه وسلامه. وبنقول للجميع القياده السياسيه والشعب المصري العظيم كل عام وطيب بمناسبه قدوم شهر رمضان المبارك. واحنا بنحتفل بالقوات المسلحه والدوله المصريه يا شيخ عبد الله بيوم الشهيد والمحارب القديم، النهارده كلمه توجهها لاسر الشهداء خاصه من شهداء سيناء. اولا بنقول لاسر الشهداء يعني لا تزعلوا على شهدائكم، هم في الجنه وفي الفردوس الاعلى. وبنقول للشهداء ايضا ان الشهيد يتشفع لسبعين من اهله يدخلوا الجنه ان شاء الله، فهنيئا لاسر الشهداء وهنيئا لهم كل من استشهد وسرت قطره من دمه على من اجل البلد ومن اجل مصر العزيزه. ويمكن احنا في شمال سيناء حقيقه كانت الشهداء عده من القوات المسلحه ومن الشرطه ومن ابناء سيناء، من ابناء سيناء بس يبقى ما يزيد على 570 شهيد في مقاومة قوى الشر. والحمد لله رب العالمين بفضل الله وجهود هذه الناس اللي استشهدوا والمصابين أصبحت سيناء حقيقة يعني تماما آمنة تماما. وإحنا الآن بتفرغ للتنمية والتنمية ماشي على قدم وساق. ومن خلال شكر بوجه التقدير تحية وتقدير لرأس الدولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لسيناء وتنمية سيناء. وبنقول لسيادة الرئيس أولى أولاد التنمية التنمية البشرية على أرض سيناء، لابد من تهجير من الوادي لسيناء ما يقلش 4-5 مليون حتى شكل السد البشري والمانع البشري على الجبهة الشرقية. ثم حقيقة أن الدولة يعني الإخوة في فلسطين أعانهم الله، يمكن الدولة لم يغلق المعبر رفح نهائي من 7 أكتوبر حتى الآن، والتكدس المعونات موجودة في مطار العريش ومطار في المحافظة ومطار على المعبر، تكدس مئات التريلات بل آلاف التريلات موجودة. شيخ عبد الله يعني بعد يعني الحمد لله القضاء على الإرهاب وسينا رجعت الحمد لله آمنة مليون في المية ومية في المية، شعور أهالينا بمشروعات التنمية اللي بتتم على أرض سيناء بعد القضاء على الجماعات الإرهابية والإرهاب في سيناء؟ لا شك أن الدولة حينما انفقت ما يزيد على 650 مليار في شبه جزيرة سيناء أصبحت في عند المواطن السيناوي قناعة أن في إرادة سياسية لتنمية سيناء تنمية حقيقية، وهذه الإرادة وضحت جليا إنهاء عجز شمال سيناء من خلال إنشاء الكباري الإنفاق على قناة السويس وقناة السويس والإسماعيلية والإنفاق، أنهت عجز شمال سيناء تماما. ثم إن خط المية اللي جاي على وسط سيناء حيروي ما يزيد على 350 ألف فدان، هذا حقيقة إنجاز يضاهي الإعجاز. ثم خط السكة الحديد اللي حيربط ميناء العريش بميناء نويبع أيضا هذا إنجاز عظيم جدا. شفنا أيضا المشاريع التنموية في سيناء مساحات كبيرة جدا من أرض الزراعة، لكن حقيقة نحن بنطالب نقول أول أولويات التنمية البشرية. لابد أن سيناء اللي قطفت عليها زهر الشباب مصر، ما فيش محافظة اللي هي مصاب أو شهيد على أرض سيناء، لابد أن يعودوا لسيناء أهليهم وأسرهم حتى ينموا سيناء مع إخوتهم من أهل شمال سيناء.